سلامتك يا مدام، في ايه؟ انا فين؟ الحمد لله على سلامتك، ربنا كرمك. كان عندك نزيف شديد قوي. نزيف يا ولاد الكلب، سقطوني غصب عني، انا عملتكم كلكم تاني. الحقني يا حبيبي، اسالوا الله بعضي بالعافيه يا حبيبي، قتلوا ابني. عملوا عملته بالسودة حبيبي. ست سعاد، كل شيء اسمه نصيب. الحاج عزام راجل عمره ما خالف كلمته، كان في اتفاق ما بينكم وانت خالفتيه، كل واحد في الدنيا بقى يتحمل نتيجة غلطته. ربنا ينتقم منك انت وابوك وعيلتك كلها. ايه كفر يا ظلمة اللي ما تعرفش ربنا؟ قلة أدب وطولة لسان، أنا مش عاوز. انت جالك نزيف وخدناكي وديناكي أكبر مستشفى في البلد. الحاج يعرف ربنا كويس وعمره ما يخالف شرعه. الحاج عزام طلقك خلاص يا سعاد، ولازم تعرفي ان حقوقك هتوصل لك الطقطقين. في شيك ب 20,000 جنيه مع اخوكي، حساب المستشفى كله مدفوع، واي حاجه ليكي جوه الشقه حتى لو كانت قشايه هتوصل لك لغايه بيتك في اسكندريه. متأسفين يا حاج عزام، شغلنا دايما مزعج. انا العميد حمدي شعبان من اداره مكافحه المخدرات. واحنا مالنا احنا ومال المخدرات؟ اسال الوالد. طبعا انت عارف ان انا عندي حصانه. الحصانه على راسنا من فوق يا سياده النايب. وبعدين سيادتك قلقان ليه؟ مش جايز الرجاله ما يلاقوش حاجه؟ بتصور ايه؟ لا هيلاقوا. اسمح لي اتصل بالتليفون. بحريتك يا سياده النايب. ايوه يا باشا. متشكره جدا يا استاذ ارمانيوس. ملاك يا هانم، ملاك ارمانيوس. استاذ ملاك، ده مبلغ صغير مقابل شهامتك. دولة هانم، ساعتك ما تعرفينيش كويس. انا راجل صاحب فابريكا، انا بلغتك بالموضوع ده مخصوص حرصا على سمعه عائله محترمه وعريقه. ايوه بس انا لسه عايزاك في الخدمه الاهم. وانا تحت امرك. يا ريتني كنت قابلتك من زمان. ما كانش ينفع. ليه؟ من زمان كنت عيلة طفلة يعني. ما انت لسه طفلة، طفلة كلها أنوثة وحنان وعاطف شهامة. يا ريت ربنا يطول لي في عمري عشان اعيش معاكي اكتر وقت ممكن. ربنا يطول في عمرك. انا عندي 65 سنه. ممكن تعيش لحد 100 سنه. انا مره سمعت حد في التلفزيون بيقول ان الواحد لما بيحب الدنيا هي كمان تحبه. مساله ورد برضه. زكي باشا، انا حبيتك عشان انت احترمتني، حافظت عليا، عمرك ما كنت خسيس. ما تيجي نسافر؟
كمان اسبوع اسبوعين هيجي ايراد الارض، ممكن نسافر باريس بغري، اتفرج على المطاعم والمحلات والمسارح والمتاحف والغابات اللي بره باريس، نجري ورا بعض هنا. أنا لسه بنت، فضل بيتك بقى. المهم يا سيدي، كان آخر مرة بقى أشوفك. مسخره وقله ادب، كفايه نجاسه يا نجس. ايه في ايه؟ انت ازاي تخش بيوت الناس من غير اذن كده؟ احنا بوليس يا حضرت. وقفت بوليس معك اذن النيابه؟ لا تعلمني شغلي ولا ايه؟ المدام اختك ومقدمه بلاغ رسمي فيك بانك بتمارس الفحشاء في بيتها. اختي هي اللي مقدمه البلاغ؟ اولا ده مش بيتها، ده المكتب بتاعي وهي مش قاعده معايا. هي اللي فتحت لنا بمفتاحها يا حضرت، وبعدين لو عندك اي كلام عايز تقوله بقوله هناك في المحضر. دي حالة تلبس يا حضرة الظابط. ايوه حالة تلبس. ده انا حوديكم في داهية. ده اعتداء على حرمة البيوت. حرمة البيوت ولا حرمة المومس اللي قاعدة جنبك؟ مومس؟ ده اشرف منك يا شوارعية يا سفلة يا بنت الكلب. شايف حضرة الظابط بيسبني وبيضربني، دي جريمة تانية. اثبت ده في المحضر. اهدي يا مدام، كل ده هيتثبت في المحضر. هاتوه، هاتوا البنت اللي جوه دي على اسم دم امها. اوعى، انا مش هخرج من هنا عريان، لا انا ولا هي، حتى لو بقينا جثث. اوعى حد يهرب من هنا. Peace.